كل سكان العالم عاشوا شيء جديد وغريب عليهم مع انتشار فيروس كورونا، وقعدنا كلنا في البيت وكسلنا، بس للأسف دي حاجة مضرة بالصحة وبتسبب أمراض مش أقل خطورة خالص من كورونا نفسها. صح مظبوط. انتوا كم واحد منكم قاعد على فرد قاعدة ومخلص مسلسل كامل على بلاتفورم شاهد؟ سويته عن جد؟ سويته جد. انا عملتها كتير. انا ما بحياتي كانت سيريس بيرسون بهيدا الحجر، يعني لا مش اخبركم افتح حالي قد ما ضليت قاعدة. اعرف ناس كثير سووا هالشيء، بس انا لقيت الحل يعني بصراحة، انا سويت رياضة في البيت. والله برافو عليك صراحة. واحنا اليوم هدفنا ننطي للناس فكرة عن مخاطر عدم الحركة والامراض اللي ممكن تسببها، وهم ننطيهم افكار لممارسة الرياضات المنزلية المسلية والمفيدة. مزبوط. وبتعرفوا انه منظمة الصحة العالمية قالت انه 6% من حالات الوفاة حول العالم بيكون سببها قلة الحركة. أوف. وفي دراسات امريكية قالت انه يلي ما بيتحركوا بشكل كافي يوميا بيتعرضوا للاصابة بنوبات قلبية او مرض السكري او سرطان الثدي ام حتى الاكتئاب وكثير غيرها من الامراض، وهذا الشيء طبعا بخفف المناعة، وهذا شغلة ما بدنا اياها بهالاوقات. هو فعلا لنا دي حاجة مخيفة، بس يعني الناس اللي قعدت في بيوتها عشان تحمي نفسها من كورونا لازم على الاقل تتحرك في البيت حوالي 150 دقيقه في الاسبوع، يعني تقريبا 20 دقيقه في اليوم، وده علشان تحمي نفسها من امراض ممكن فعلا والله يا جماعه تكون اخطر من الكورونا نفسها. واكو حلول للاشياء سهله، يعني هو احنا نسمع يومين اغنيه حلوه مو شرط عاطفيه ودراما تضحك. ايوه اعترف نعدل المزاج. عرفت قيمه المهرجانات اللي بشغلها الصبح؟ المهرجان اللي بشغله الصبح كل ما عرفت قيمته دلوقتي. لا صراحه صح، زين سوي. طيب انا يا جماعه عندي افكار بتخلي العيله ممكن تتحرك في نفس الوقت، بس اسمحوا لي بقى ايه نقوم عشان هي حاجات بسيطه ممكن نعملها في البيت. شنو هتسوينا؟ يلا شنو الفقره؟ تعال نجرب. تعال نجرب، بس تجرب في اللوحه مش تجرب في ورقه. لا انا عايز تجرب. ايه ده ايه ده ايه ده، هم خافوا كده ليه؟ انا رح اعيد اسامينا. طيب. وكلنا بنلعب وبنشوف قدام مين بيربح مين بيعمل اكتر. بص انا عايز اقول حاجه برضو، ان انتم ممكن تلعبوا اللعبه دي، بس في ناس بتلعبها وهي كسلانه، يعني ممكن يبقى واقف عامل كده لها وقفه يعني؟ لا ليها وقفه، ان انت المفروض تحرك جسمك كله. اوكي نايس. فبتبقى لو انت بتلعب باليمين تخلي رجلك اليمين لقدام. اوكي. ولو اشول او اسمها ايه اشول، ايدك اليسار تلعب، ايدك الشمال فبتبقى بالناحيه الثانيه، فاحنا هنعمل كده. اوكي تمام. الله عليك. ايوه يا نادر. يلا نادر. يلا نادر. نادر استنى استنى. معلش معلش عم ركز. يلا ركز. وانا المفروض ان انا بعلم. يلا معلش الثانيه حتصيب. والله قعدت اتمرن وكانت كل حاجه تمام. يلا ثالثه هي ثالثه. يلا يلا محمد قوم دورك. يلا هلا مش جوري انا خلصتهم كلهم. يا نادر والله. اوكي هذا اللي تقدر. والله نادر حفرت ال ادري اللي هو كان بيسويه. نادر حتى لك ربع علامه مثلك هيك. يلا هاي رياضه تحرك الجسم. يلا ها برافو. ايوه والله هاي اول مره ترى ما تمرنت قبل الحلقه. انا ما اعرف العب اصلا. مش برافو. يلا مو مشكله. مش برافو. مين من البنات؟ انا احط نقاط لي. اكيد مش انا، انا هذه الاشياء احس اني انا راح اخترق فيها مش انسى. لا هتجرب 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 الغير. يا جماعه الرياضه بتخلي اللبس يبوظ. والله احسن مني طلعت. برافو بنات. مركزين مركزين اكثر مننا صح؟ شوف مبدئيا انا وانت برا المسابقات. شكلنا مش حلو صح؟ ابدا. طب خد الكوره. خد الكوره. لا تخافين ما انا يلا يسارلين. يلا يسارلين مريد الحماس يخف. يلا جو ركزي. يلا يا ساتر يا ساتر. جدع حلو. اعتذر مو مشكلة. يلا في غل في الضربة اللي فاتت دي صح؟ حاسس ان الضربة دي بغل. يلا سارلين. يلا يلا الله بسم الله. سارلين كتير بسيطة ولها فوائد كتيرة. نايس. وأهمها إنه بتحسن التنسيق بين العين والإيد، وبتزيد القدرة على التركيز والتوازن، وبتخفف التوتر، وبتنشط الدماغ لأنه بدك تركز وتقدر تفصل. صح. آه. مزبوط. وبما إنه بنستخدم فيها معظم أعضاء الجسم فهي كمان بتقوي العضلات
تحرق الفات، هذا انا اهم شيء. والله شنو المعلومات الجميله. حابه اقول لكم انا بعد في لعبه مره احبها، لعبتين اكشلي، وهي مو محتاجه الا شيء واحد، وهذا الشيء انا متاكده موجود في كل بيت، اللي هو الحبل. يس اللاعب من راح يتفضل؟ نقطع الحبه، لا نقطع الحبله. وشو كمان؟ قومي يلا. لا لا سالين راح تفاجينا. اول شيء راح نقطع الحبل، المشي اول شيء نقطع الحبل، ثاني شيء المشي على الحبل اللي هي التوازن. أوكي. بس هذه شويه صعبه تحتاج وحلوه يعني كانك باليه. مو انت قلتي انك تعمل باليه صح؟ ها؟ لما تبقى في حبل امشي عليها مش الله عليك، لما انط لا يا فجأة. يلا ليتس جو. اوكي الحين اذا بدك نادر. لا ايوه انا خايفة عليكم. طيب يلا يا سالي يلا. انا اسفه لكل المتابعين ان الصوت راح يخترب، الاشياء راح شكلي راح يخترب، بس مو مهم. يعني ابدي الفقره يلا. يلا واحد اثنين. واو برافو برافو برافو. كملي كملي كملي. لا لا محمد. محمد لا 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 انت انت نادر. جيني نادر. انا بعديه. لا لا نادر ختامها مس. لا لا نادر. قوم نادر حلفت عليك نمبر 1. يلا هي بص بقى اللعبه دي يا جماعه الصح فيها ان انت تعملها مره واحده مش كتير، يعني انت بتنط مره واحده بس، اللي هو ازاي وسع ايدك يا الله بس كده. اوكي يا محمد اخ ليش تحبون تحرجوني على الهواء؟ لا محمد انت رياضي. اي نو ذات يعني يا جماعه الخير شيكوا على حساب محمد في الانستغرام. كل التعاملات هاي انت ربطتيها لو شنو سويتي؟ لا استنى انا هيدي اللعبه كثير مهمه عن جد. هلا نحن عم نمزح ونضحك وهيك، بس انه هي بتحرق تقريبا من ال 200 300 كالوريز بالدقيقه. واو يس يس مش بالدقيقه. حلو انا عملت مره واحده اصلا يعني. يلا نو ايم جاست غانا شو يو كيف لبقى مع تيابه وما راح نوت يا نصابه صراحه كنت عم بسرق اكل.